الله شديد العقاب، كل الذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير. ازاي تستعيدي انوثتك وتبقي ست الستات؟ خليكم معايا وهقول لكم على 10 اسرار لو عملناهم نستعيد انوثتنا ونبقى كل واحدة فينا احسن ست في الدنيا. ازيكم، صباح الخير. النهارده جه في دماغي موضوع غريب جدا جدا، ازاي نبقى ستات فعلا؟ ايه هو مفهوم الست الكامله؟ ايه هي مقومات الانوثه؟ وبعدين قعدت افكر كده وقعدت اكتب، انتوا عارفين انا بحب الصبح كده اقعد اكتب شوي، لقيت ان الافلام والتمثيليات والقصص والروايات بتقول لنا حاجات، الدين بيقول لنا حاجات، التقاليد اللي بتختلف من مجتمع لمجتمع ومن فئة لفئة بتقول لنا حاجات، رسائل قاعدة عمالة تجينا يمين وشمال. هل الست اللي هي فيها أنوثة تبقى مثلا زي ياسمين صبري ولا هند رستم بتتدلع وبتتمايع وبتتمايص وبتلبس ضيق، هي دي الأنوثة؟ ولا الأنوثة ان نبقى زي مين، أمينة رزق اللي كل قاعد عمال يخبط فيها ويلطش فيها ومهيدة الجناح وتبقى مش عارفة تتصرف؟ هل الأنوثة ان الست تبقى ضعيفة ومكسورة، ولا تبقى لعبية ودلوعة، ولا تبقى ايه بالظبط؟ فلقيت كده الأمور ملخبطة، وعلى مدار السنين من أول ما البنوتة الصغيرة بتبتدي تدرك إن هي بنوتة، بنبتدي كل اللي حواليها والمجتمع يعملوها بشكل معين عشان يشكلوها في قالب. يعني مثلا اللون البامبي، زمان وأنا صغيرة كنت أقول لا أنا مش عايزة ألبس بينك، لان البينك اللي هو لون البنات كنت بحس ان هو مرادف للضعف. دلوقتي بقى احلى لون انا بحبه بس درجات معينة.
والدرجات دي اللي بتتلائم معايا ومع شخصيتي واسلوبي وستايلي وحياتي. ومش كل حاجة في الدنيا انا عاملاها بينك، لا، في حاجات تانية وفي الوان تانية وفي لبس، يعني مثلا في اجتماع رايحاه ببقى لابسة بدلة ولون غامق وبقدم نفسي بطريقة معينة عشان في حاجة معينة عايزة اوصلها. وفي اوقات تانية لا، ببقى لابسة جوب وفلوي وفراشات وورد ومش عارف ايه وحاجات زي كده. انا هنا ست وانا هنا ست، وانوثتي هنا لا تقل عن هنا، لكن لكل مقام مقال. لكن عشان اكون ويكون عندي رصيد من الحكمة والخبرة اللي تخليني اقيم ايه هي مقومات الست الحقيقية، ازاي ابقى ست الستات، ازاي اكون انثى بدون ما اكون مهيضة ولا ضعيفة ولا مكسورة ولا ملطشة لليمين والشمال، ولا ان انا ابقى ست مسترجلة، ولا ان انا ابقى قليلة الادب مثلا عشان افرض حضوري على الاخرين واخد حقي. النهاردة فكرت في 10 أسرار لو فهمناهم وأدركناهم وطبقناهم هنقدر نستعيد أنوثتنا اللي يمكن على مدار السنين فقدناها بالرسائل المتضاربة اللي بتجيلنا من كل حتة، أو من ضغوط الحياة، من الهموم، من المشاكل، أو من قلة الخبرة، أو من قلة المعرفة. كل دي أسباب ممكن تخلينا في لحظة من اللحظات نقول إيه ده؟ أنا بقيت مش عارفة نفسي. جوازاتنا ممكن يصحوا في يوم من الأيام ويقول إيه ده، أنا متجوز واحد صاحبي. في بنوتة لطيفة قوي قالت لي حاجة حزنتني جدا جدا، إن هي كان في شاب معجبة بيه واتكلموا مع بعض، وفي وسط الكلام قال لها حاجة طبعا يعني جرحتها قوي قوي قوي. قال لها يعني انا مثلا مش ممكن ارتبط بواحدة زيك. فراحت قالت له ايه، ليه ما ترتبطش بواحدة زيي، انا فيا ايه؟ قال لها لا، ما تفهميش غلط، انت زي الفل، بنت راجل صحيح، جدعة. قعد يثني على جدعنتها واخلاقها وان هي ماشيه في السليم وانها كل الكلام ده. لا، لكن في اخر المطاف انا مش عايزه اتجوز واحد صاحبي، يعني انا نفس اللي انا بشوفه منك ده بشوفه من فلان ومن فلان اللي هم اعز صحابي، وانا قاعد معاكي مش حاسس ان انا قاعد مع بنت. وهي بتكلمني بتقول لي فجاه حسيت ان انا نفسي مش حاسة ان انا بنت، يعني ايه احس ان انا بنت؟ وهي في السن ده وهي كان عندها 30 سنة بتقولي بقيت مش عارفة، لا انا بنوت عيلة صغيرة تين ايجر، ولا انا ست وقورة، انا حاجة ان بتوين، بس انا مش عارفة انا ايه. بس اللي ادركته في اللحظة دي ان الصورة اللي بتعكسها مش هي الصورة الحقيقية اللي هي فعلا فعلا عايزة تعكسها للآخرين. فالنهاردة هاخدكم معايا واحدة واحدة ونبتدي نفنط الأسرار دي حتة حتة، بحيث ان احنا نفهم الأول يعني ايه أنوثة، يعني ايه الست تبقى ست، يعني ايه يقولك دي ست كاملة. لو فهمنا ده هنعرف نمسكهم واحدة واحدة ونطبقهم شوية شوية في حياتنا. مننا اننا نستعيد احساسنا بان احنا كل واحد فينا، كل واحدة فينا سوري، انثى مكتملة كاملة، انسان كامل، مانيش ناقص مني حتة محتاجة اكملها من بره. انا فاهمة انا ايه، انا فاهمة انا عايزة ايه، وانا فاهمة ازاي اتصرف بالشكل اللي يعكس الصورة الحقيقية اللي جوايا واللي انا عايزة اقدمها للاخرين، بدون ما اكون ضعيفة، بدون ما اكون مكسورة،
بدون ما اكون ملطشه لكل من هب ودب. النهارده هنتكلم عن الموضوع ده حته حته، خليكم معايا وانا باخدكم واحده واحده في يومي طول النهار. عارفين قبل الشكل الخارجي ايه اكتر حاجة سر من اسرار الانوثة وان الست تبقى فعلا ست الستات؟ هي نوعية الكلمات والالفاظ اللي بتستخدمها. مهما كانت حلوة وجميلة وشيك ودلوعة وفيها الكلام ده كله، اول ما تفتح بقها وتبتدي تتكلم، واو، الناس تبتدي تاخد عنها فكرة حقيقية. إذا كانت الانطباعات الأولى بتحتاج 7 ثواني علشان نقيم الشخص اللي قدامنا، الكلام اللي بنقوله بيفرق كتير قوي 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 في القدر اللي بيحطه لنا الناس. كان في سيدة وكانت بتيجي لماما تجيب لها حاجات، والست دي كان معروف عنها انها يعني لسانها مش ولا بد شوية، بتشتم، بتقول ألفاظ مش حلوة، كانت الناس بتتجنبها علشان صلاطة لسانها. ولكن ما كانش حد بيخدمها، ما كانش حد بيعمل لها قيمة ولا قدر لو هو مش مضطر. عمر ما حد عمل لها خدمة كده لوجه الله، دايما كان عشان نتجنب او يتجنبوا وحاشة لسانها وحاشة كلامها. ما كانش حد بياخد الخطوة الزيادة انه يقدم لها خدمة او انه يعمل لها شيء. ما نوعية الكلمات والألفاظ اللي بنستخدمها بتفرق كتير قوي قوي قوي. واحنا صغيرين بنبقى بنستمد منين اللغة اللي بنستخدمها؟ من البيئة المحيطة حوالينا. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام حذر من المرأة الجميلة في منبت السوء. ليه؟ لأن هي شكلها حلو مغري، هتغريك، يعني يبقى الواحد عايز يتكلم معاها ويحكي معاها، لكن المنبت اللي نبتت فيه غرز جواها أفكار. خدوا بالكم إن الكلام اللي بنقوله ما هو إلا أفكار، أفكار وحاجات ومعتقدات ومبادئ بنؤمن بيها بتطلع في شكل كلام. الكلام انعكاس للي بنؤمن بيه جوانا، الكلام انعكاس لما نستطيع أن نفعله. احيانا في ناس بيبقى كلامها وحش ومش عارف ايه وبتاع والكلام ده، ولكن تطلع 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 وتنزل من غير ما تعمل اكشن. لكن ده برضو مش معناه ان هم ناس كويسين. اللي بيستخدم الفاظ وحشة معناه ان افكاره وحشة. حتى لو ما قدرش يعمل عمل مؤذي دلوقتي، لما هتجيله الفرصة يعمل عمل مؤذي لن يتورع وهيعمله. فالوقاحة والبذاءة واللسان السليط ونوعية الألفاظ اللي بنستخدمها اللي مش مظبوطة بتاخد من قدرنا. كل ما الناس تسمع الكلام ده مننا يبتدوا يعني مقدارنا ده يقل ويقل 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 ويقل. للأسف أحيانا البيئة اللي بننمو فيها واللي بنطلع فيها بنتعلم منها حاجات. أنا اكتشفت مثلا لما اتفرج على نوعية معينة من الأفلام، أو لما تعامل مع ناس معينة بتتكلم بطريقة مش ولا بد شوية، أبص ألاقي إن ده
اسلوبهم ده بهت عليا، ابتدى يطلع شوية في الكلام اللي انا بقوله، ابتدى يطلع شوية في الالفاظ اللي انا بقولها. لكن كل ما ابتديت انقح الكلام اللي انا بقوله وانضفه واغربله ولمعه، الناس بقت تستجيب احسن بكتير جدا جدا. طيب احنا بنجيب الكلام منين؟ اول حاجة من البيئة المحيطة حوالينا. البنت الصغيرة بتطلع بتسمع مامتها بتتكلم في التليفون، بتسمع مامتها قاعدة مع صاحبتها او مع اخواتها او مع قرايبها وبتقول كلام معين، بتسمع مامتها بتتكلم ازاي مع باباها، بتلعب مع البنات، بتلعب مع اخواتها وبيقولوا كلام معين. الكلام كمان اللي بيسمعوه، شفتوا ما شفتوش الاطفال مثلا يبتدوا يغنوا اغاني من لغة تانية عشان يتفرجوا على فيلم فيديو او على كليب او على اغنية بلغة تانية؟ يعني ده معناه ايه؟ ان هما قاعدين عمالين يشفطوا الكلام ده. فده مصدر من مصادر الكلام اللي بنتعلمه. نحن بنتعلم من البيئة المحيطة الاميديت اللي حوالينا على طول. وبعدين نبتدي بقى نخش للمدرسة. فلما ندخل المدرسة يبقى فيه كتب ويبقى فيه حاجات بنقراها. لو قرينا حاجات تانية ووسعنا مداركنا بنتعلم ألفاظ تانية، بنتعلم أفكار تانية، ويبتدي ده ينعكس على الكلام اللي احنا بنقوله. الحاجة التانية كمان ان احنا بنتعلم ازاي نقيم الكلمة اذا كانت كويسة ولا وحشة. الألفاظ ازاي نقول الفكرة بألفاظ مقبولة وألفاظ الناس تعجب بيها وألفاظ الناس تشمئز مننا لو قلناها. فبنحط المسطرة دي ونبتدي نقيس الكلام ونشوف تأثيره ونشوف وضعه ونشوف الناس بتتعامل معانا ازاي. لازم بشكل واعي نفكر ايه نوعية الكلام اللي بنقولها، ايه نوعية النكت اللي بنهزر وبنقولها. عشان نوصف موقف وحش ايه الكلمات اللي بنستخدمها. لما بندخل خناقة مع حد ايه نوعية الالفاظ اللي بنستخدمها. ونبتدي كده نقيم كل الكلام ده. الانوثة مش مياعة، مش دلع مبالغ فيه، ولا شكل حلو ولا كربات ولا هدوم عريانة ولا الكلام ده خالص. اول حاجة بتبين انوثة الست او انوثة البنت هي نوعية الكلام اللي بتقولها، نوعية الالفاظ اللي بتستخدمها. فلازم لازم نغربل الكلام اللي احنا بنقوله ويطلع الكلام ده. واهم حاجة كمان مش بس واحنا بنتكلم مع الغرب، في مشكلة هاخد شفطة من الشاي واقول لكم. في مشكلة واحنا مع اهلنا مع اصحابنا مع الظروف العادية خالص خالص، الطريقة اللي بنتعامل بيها، الوش اللي بنلبسه او الصورة الحقيقية اللي بنتعامل بيها. ما اجيش مثلا اقعد لمدة اسبوع اتكلم بشكل وحش واستخدم الفاظ مش حلوة وافتكر ان انا اخر الاسبوع لما اقابل ناس غرب هبقى يعني ست راقية وبتكلم كلام لطيف وكلام حلو والكلام ده كله، يمكن اقدر احافظ على الصورة دي او الدور اللي انا تقمصته وبمثله ده نص ساعة ساعة. لو طولت العملية شوية هتبتدي الشخصية الحقيقية تسلب. فلازم نمرن نفسنا. ونمرن نفسنا ازاي؟ نتمرن في الناس القريبين مننا. احسن وقت نتمرن فيه على اي حاجة قبل ما نبقى في الموقف اللي هنستخدم فيه الموضوع ده. الممثلين ما بيجوش يتمرنوا يوم عرض المسرحية، بيقعدوا شهور وشهور كل يوم كل يوم كل يوم.
الممثلين الأكفاء جدا جدا. يعني سمعت فاتن حمامة، سمعت نور الشريف، سمعت ناس من الممثلين الأكفاء دول، محمد صبحي إنه بيبقى واخد الشخصية دي معاه كل يوم كل يوم كل يوم. كان في مرة فاتن حمامة بتقول إن هي في فيلم من الأفلام مش فاكرة إيه، كانت عندها إغ، إن هي لدغة في الره، فبتقول كنت في يومها العادي بتتكلم بالإغ دي عشان لما تيجي تقف قدام الكاميرا يطلع منها بشكل طبيعي. فاستغلوا الوقت اللي احنا فيه ده، النهاردة بكرة بعده، واحنا في الشغل واحنا في البيت واحنا في المطبخ واحنا بنتكلم مع أولادنا واحنا بنتكلم مع أخواتنا واحنا بنتكلم مع أبهاتنا وأمهاتنا واحنا بنتكلم مع أصحابنا، ونراقب نوعية الألفاظ اللي بنتكلمها، ونستخدم ألفاظ جميلة وراقية، حتى لو بنوصف موقف وحش، حتى لو بنوصف إنسان أذانا ضرنا، الكلام ده كله نبتدي نستخدم ألفاظ وكلام حلو لغاية ما نبتدي نغير برمجة مخنا. الكمبيوتر بيتحط جواه بروجرام، برنامج معين، خطوات بلغة معينة تقول له اعمل كذا، لغة برمجة، اعمل كذا، سوي كذا، النقطة دي بعدها النقطة دي بعدها النقطة دي، اعمل كذا، طلع الاوتبوت كذا. البرنامج ده هيفضل يشغله ما لم نستبدل البرنامج ده ببرنامج تاني. فلازم نستبدل برمجة مخنا ببرنامج تاني، اللي هو البرنامج اللي يفيدنا بقى اللي احنا عايزينه. من النهاردة اقوله انا مش هقول شتايم، انا مش هقول كلام وحش، انا مش هقول الفاظ وحشة. لو في حد في البيئة المحيطة بتاعتي بيستخدم الفاظ وحشة، انا مش هخليه اسلوبه او كلامه يبهت عليا، مش هتغير عشانه، او مش هسمح له انه يغيرني بوعي او بغير وعي. لو في حاجة بتفرج عليها وفيها حاجات وحشة هبطل اتفرج عليها. لو في برامج احسن فيها كلام احلى وفيها تعامل احسن ورقي احسن، هو ده اللي انا هسمعه، هو ده اللي انا هتفرج عليه. هجيب كتب حلوة اقراها، الكتب الحلوة دي هي اللي هتديني الأفكار، وهي اللي هتديني كمان مفردات اللغة اللي استخدمها في حياتي. من النهاردة أول سر من أسرار الأنوثة، وإن الست تبقى ست الستات وست كاملة، هي نوعية الألفاظ والكلمات اللي بتختارها عشان تعبر بيها عن أفكارها. لما نحسن الكلمات اللي احنا اللي بتطلع من بقنا، حاجات كتير قوي 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 في حياتنا هتتحسن. جربوا كده وشوفوا، ادوا نفسكم كده في تحدي من التحديات، كان لمدة أسبوع، ان احنا هنرقى في كلامنا، لن نتكلم إلا بالجميل والحلو والكلام الحلو، حتى في المواقف اللي فيها خناق، حتى في المواقف اللي فيها زعل، حتى في أي موقف من المواقف مش هختار غير الكلمات والألفاظ الجميلة الراقية الحلوة اللي أقولها تقوم تعبر على إن أنا ست بجد. نيجي بقى للشكل، الشكل والمظهر الخارجي. مش شرط انك تكوني طويلة قصيرة تخينة رفيعة عشان تبقي انثى ويبقى شكلك حلو وشكلك جميل وتبقي ست الستات، لكن الاهم انك تفهمي شكلك ايه، وتفهمي طبيعة جسمك ايه، تفهمي ايه اللي بيليق عليكي، ايه الالوان. بشرتنا فيها حاجة اسمها اندرتون،
يعني مش كلنا بنفس الثمار، في ناس ثمرها مصفر، في ناس ثمرها على بينك على بامبي، في ناس ثمرها على مزرق او بلو شويه. لو جبنا نفس اللون نفس القماشه على دي وعلى دي وعلى دي، في واحده فيهم هيليق عليها اكتر. فالمساله محتاجه ان احنا نعلم نفسنا ونلاحظ ايه الالوان اللي ما بتبينيش عيانه، اللي ما بتبينيش بهتانه. وده بقى في كل حاجه، في الاشاربات، في نوعيه الهدوم اللي انا بلبسها، في الالوان اللي انا بختارها لنفسي، في النقشات كمان. في ناس ينفع عليها المخطط، انا مثلا مع ان انا احب الخطوط اللي بالعرض، وعندي كذا حاجه اللي هي خطوط بالعرض ما بتبقاش عليا حلوه خالص، الاحسن الخطوط اللي بالطول. النقشات الكبيره قوي 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 ممكن لو لبستها فوق اوكي، لو لبستها تحت ما بيبقاش اوكي. فكل ده محتاجين ان احنا نتعلم. وزمان كانوا الستات لانهم كانوا بيفصلوا وبيتعلموا التفصيل والخياطه، كانوا بيتعلموا الحاجات دي. لكن دلوقتي احنا ما بنتعلمش الكلام ده، احنا بننزل المحلات نشوف اللي معروض في المحلات. انا مثلا لو نزلت اتش اند ام، اللي يعرف فيكم البوليسي بتاعت اتش اند ام او البيزنس موديل بتاعهم، هما بيختاروا نقشة او عدة نقشات، والنقشات دي بيعملوا منها بلوزات، بيعملوا منها جوبات، وبيعملوا منها بنطلونات، وبيعملوا منها فساتين، وبيعملوا منها كذا وكذا وكذا. ممكن اجيب البلوزة ما تلقش عليا، لكن لو جبت الفستان يليق عليا اكتر. ممكن لو جبت الجيبة تليق عليا، لكن لو جبت منها البنطلون ما تلقش عليا اكتر. بعرف بقى الكلام ده ازاي؟ لما بدخل اقيس الشيء وبشوفه وابص لنفسي، هل مخلي شكلي حلو ولا شكلي مكعبر ولا شكلي مدهول ولا شكلي ايه بالظبط؟ لما اقعد بقى اقيم الحاجات دي، واقيم شكلي، واقيم اللون ده وظاهر عليا في ايه، في نور الشمس الطبيعي، في النور الطبيعي، يا ترى اللون ده مخلي مثلا الهالات السوداء بتاعتي تبان اكتر، هل مديني كده نضارة ولا قاتم. مثلا عمتي ربنا يديها الصحة والعافية لفتت نظري ان انا لما بلبس اشارب اسود بيبقى شكلي وحش، لان بتبقى ملامحي قاسيه، والاسود بيبين كل المشاكل اللي في بشرتي والكلام ده. قلت لها طب اعمل ايه؟ فراحت قالت لي البسي حاجه تحت منه تبان، فيبقى في فاصل ما بين الاشارب الاسود بتاعك ووشك. نصيحه بسيطه خالص خالص خالص، ولكن كان ليها تأثير كبير قوي قوي قوي. فبقيت ألبس أسود لأنه لون شيك ولون حلو، وأحيانا بحب ألبسه، بس لازم يبقى فيه حاجة فاصلة ما بين التوب أو الإشارب ووشي. هي لأنها هي زي ما بقول لكم، الستات بتوع زمان كانوا هم اللي بيفصلوا، هم اللي بيختاروا، هم اللي بينزلوا، وكانوا بيقولوا شكلهم أهمية كبيرة جدا جدا. احنا دلوقتي في متخبطين، حتى البنات الصغيرة مش عارفين تلبس زي مامتها. ما ينفعش تلبس زي مامتها، يعني دي سن ودي سن. كان في مرة قريبة من قريباتي كانت أصغر مني بكتير بحوالي 6 سنين، وكانت مامتها خدت حاجة من عندي مش جارتنا، هي قريبتنا التانية، عشان تخيط لها حاجة. فبتقول لها البلوزة دي تليق على حنان، لان حنان اكبر وفي مرحلة تانية، انا كنت في الجامعة، تليق على حنان اكتر، لكن بنتك لسه صغيرة، ما ينفعش اللي يليق على حنان ينفع لبنوتك اللي هي صغيرة، ده ينفع لك انتي لكن مش لبنتك الصغيرة. فالكلمة دي ما زعلتليش،
الكلمة دي علمتني ان لكل مرحلة عمرية ما يتناسب معاها. هل الست تلبس زي بنتها؟ لا، مش هقول لكم ان هي تلبس موضة قديمة وتفضل تلبس، يعني انا مثلا خلاص انا ما اقدرش البس اللي كنت بلبسه في التسعينات، ما اقدرش البس الموضة القديمة، ولكن البس الشيء المودرن الجديد بس بما يتناسب مع سني انا، بما يتناسب مع وضعي، شغلي، البيئة اللي انا عايشة فيها. الحاجة التانية كمان نعرف ايه اللي بيليق علينا وايه اللي... يعني انا مثلا بحب جدا جدا الحزامة، خلوني ارجع لورا. بحب جدا ان لما البس حاجة واقدر احط عليها حزام بحط حزام، حلو جدا جدا. يعني السيدة اسماء كانت ذات النطاقين، انا ذات الحزام. بحس ان هو لا بيفرق معايا الحزام. كمان في حاجة نفسية بيعملها فيها، انه بيخليني افرد ظهري. انا ظهري مقوس زي مامتي وزي جدتي، ما تفهموش ليه احنا مقوسين من المذاكرة بقى والدح، يمكن وانا صغيرة ما اعرفش. فاي حاجة بلبسها تفكرني ان انا افرد ظهري، لان انا ما اقدرش البس حزام ظهري تحت كل الهدوم. في هدوم خاصة في الصيف مش بقدر البسه من الحر، من تقله، من نوعية الهدوم اللي بنلبسها. يعني في الشتاء بيبقى الهدوم تقيلة شوية فبيستخبى تحت منها الحزام، لكن في الصيف بيبقى صعب قوي. فأي حزام بلبسه بيفكرني على طول ان انا افرد ظهري. فالأنوثتنا هتظهر في نوعية اللبس اللي احنا بنلبسه، ومش لازم يكون كرانيش وورد وفيونكات وفنكيش والكلام ده. نبص، انا مثلا كان في فترة من الفترات، مش فاكرة، يمكن من 5 6 سنين او اكتر، كانت كل الهدوم اللي نازلة للمحجبات، حتى اللي بيلبسوها المذيعات اللي هم مشهورين قوي قوي قوي، اللي معروفين في التلفزيونات، كنت بحس ايه الهرجلة دي، حاجات كده مدلدلة وحاجات مبهدلة، لانهم لابسين موضة مش لابسين اللي بيليق عليهم، ولا اللي بيليق على شخصيتهم، ولا اللي بيليق على اجسامهم. تلاقيهم لو يعني في 3 معروفين قوي، اسمها ايه، لمياء عبد الحميد ودعاء فاروق والتانية مش فاكرة اسمها ايه، التلاتة بيلبسوا شبه بعض. بحس انه لا، مش هو ده انعكاس اصلا للذوق ولا للشياكة ولا للأناقة. ده في ناس أعرفها في الحياة الحقيقية أشيك منهم جدا جدا، دول بيلبسوا لأن لبسهم ده بيبقى دعاية، لأن الشركات اللي بتبعت لهم الهدوم، على فكرة دول بيجي لهم الهدوم هدايا، الشركات أو مصممين الأزياء أو مصممات الأزياء اللي بيبعتوا لهم الكلام ده هدايا، بتلبسه هي دعاية، هي مجرد شماعة عشان توري. فما ينفعش ان احنا عشان شفنا فلانة الفلانية بتلبس بالشكل ده، ودي غلطة انا كنت بعملها زمان قبل ما ابتدي بقى افهم واعرف انا جسمي شكله ايه. وكمان جسمنا بيتغير، كل مرحلة احنا فيها بيتغير، وطبيعة شغلنا كمان بتملي زي ولبس معين. فالأنوثة هنا ان انا افهم اللي بيليق عليا، افهم اللي بيخلي شكلي احلى، مش انه يبقى ضيق ولا محزق ولا مش عارف ايه ولا الكلام ده، ولكن اللي بيظهرني على احسن شكل وعلى احسن صورة. الالوان، انا بحب كل الالوان. انا لو عليا يا سلام، انا بحب كل درجات الاخضر، لكن هل اقدر البس كل درجات الاخضر؟ لا، في حاجات بتظهرني كده مشرقة وجميلة، وفي حاجات بتطفيني زي ما قلت لكم في البينك. هل اقدر مثلا البس اسود هيد تو؟ كان ليا صديقتي كانت ممكن تلبس اسود في اسود وتبقى في منتهى الشياكة والجمال ولايق عليها، لكن انا
لو لبست اسود في اسود لا لازم اكسره بلون تاني حتى انا من جوايا ابقى سعيده. في الوان مثلا والدتي كانت تحب الكحلي وتحب البني وتحب الاخضر الزيتوني الغامق وتحب كل والكموني كل الالوان القاتمه، وكانت بتليق عليها جدا جدا جدا، لكن ما كانتش بتليق عليا. فلما كانت هي بتختار هدومي من الالوان دي انا ما كنتش ببقى مبسوطه لانها مش شخصيتي. فالبسي الشيء اللي يتلائم مع شكل جسمك، هل انت بقى تفاحه ولا كمثرى ولا ساعه رمليه ولا موزه، دوروا كده على اشكال الاجسام وايه اللي يليق على كل جسم من الاجسام دي، اللي يليق مع لون بشرتك الطبيعي، الالوان اللي تظهر النضاره والحيويه والصحه مش تقفلك، اللي يتلائم مع نمط الحياه اللي انت عايشاه، الشغل اللي انت بتشتغليه، نوعيه الناس اللي بتقابليهم. كمان اخر نقطه، البسي كمان اللي يسعدك ويشرح قلبك، لان لما تبقي مبسوطه في اللي انت لابساه، لان اللبس ده هو جلدنا التاني، يعني الحيوانات بتنزل تتمشى في الغابة ولا تروح ولا تيجي، هو ما فيش غير هو الرداء اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقه لهم. لكن احنا البشر من يوم ما عرفنا ان احنا نفصل ونخيط وابتدت الموضات والحاجات تتغير، بقى الهدوم اللي بنلبسها هي جلدنا التاني، فلازم نكون مرتاحين في اللي احنا لابسينه عشان لما نتعامل مع بيئتنا الخارجية يبقى مبسوطين ومنشرحين ومرتاحين، بنتعامل مرتاحين. لو عرفنا نلبس صح هنستعيد أنوثتنا وهنبقى كل واحدة فينا ست الستات. يمكن النقطة دي تكون بديهية لبعض الستات والبنات، لكن ما اقدرش اتكلم عن الانوثة وازاي نستعيد انوثتنا وازاي كل واحدة فينا تبقى ست الستات من غير ما اتكلم عنها، وهي النظافة الشخصية. الستات من فجر التاريخ معروفين ان هما كير جيفرز، يعني بيقدموا العناية والرعاية، وأولى الناس بعنايتنا ورعايتنا هو أنفسنا. وأول حاجة بتظهر عنايتنا ورعايتنا للي بنحبه ولأنفسنا هو الحفاظ على نظافتنا الشخصية. صعب قوي أن تبقى بنت مثلا ريحتها مش حلوة، أو لابسة هدوم مش نظيفة، او يعني حاجه من الحاجات دي. لكن في بلادنا احيانا بيبقى فيه جو حر، انا شخصيا واحده من الناس كنت بعاني في الحر وريحه العرق والكلام ده كله. لازم ندور على اساليب وعلى طرق ما تخليش ريحتنا وحشه، وان احنا ندور على حاجات تخلينا على مدار اليوم نحافظ على ريحتنا كويسه. كنت بشتغل في مكان ما وكنا بنتين بس، مهندستين بس متخرجين وصغيرين في السن وبنشتغل في المكان ده. زميلتي كانت، وكنا في الصيف وكنا يعني سفر من الاماكن اللي احنا عايشين فيها للمكان اللي احنا بنشتغل فيه مسافة كبيرة جدا جدا، وبنقعد طول النهار وكان بيبقى فيه ريحة مش حلوة. سيادة العميد اللي هو المدير بتاعنا طلبني مرة وقال لي الفتي نظر زميلتك،
انا مش معقول كل ما ادخل يعني عندكم اشم الريحه دي. فكنت بتكلم معاها فردت عليا وقالت لي، بقول لها يعني بتعملي ايه في الحر والعرق ده؟ وبتقولي انا بستحمى مره في الاسبوع. قلت لها نعم بتستحمي مره في الاسبوع ليه؟ قالت لي سنه عن النبي عليه الصلاه والسلام، النبي كان بيستحمى يوم الجمعه. فكنت قاعده عماله بشرح لها ازاي ان لا احنا محتاجين نستحمى اكتر. يعني قلت لها انا بروح البيت في اخر اليوم لازم استحمى، وفي نص النهار لازم ادخل الحمام واريفرش نفسي واحط برفان واحط ديودرون، محاوله مني على التغلب على العرق اللي بيحصل على مدار اليوم، خصوصا ان احنا في مكان طبعا معانا زملاء ومعانا عمال ومعانا ناس، يعني مش معقول نأذي الناس بريحتنا اللي مش حلوه. والكلام ده يعني النظافة الشخصية دي مفروض تبقى من الحاجات البديهية، لكن للأسف للأسف أحيانا بنبقى في بيئة أو بنبقى في أسرة أو بنبقى في ظروف معينة ما بتخليش الكلام ده يجيلنا بشكل طبيعي. الكلام الأساسي اللي احنا بنقول نغسل سناننا كل يوم، أعرف ناس سيدات وبنات ما بيغسلوش سنانهم. ليه؟ ليه؟ دي من الصحة، اسمها يعني اسمها حتى في الانجليزي هايجين. هايجين يعني من الصحة، مش من بس ان يبقى شكلنا حلو وشكلنا متلمع. كان في مرة بيتكلموا على فيكتوريا بيكم، عارفين مرات ديفيد بيكم اللي هي كانت واحدة من المغنيات بتاعت سبايس جيرل. كان في ريبورتاج كامل معمول على نظافتها الشخصيه وازاي انها في صورتها دي المتلمعه وكل حاجه، واللي مصور بقى كعب رجلها ومصور ودانها ومصور حاجات غريبه قوي. وفي المقال بيقال ان هي بتكره الميه لدرجه انها ما بتشربش ميه خالص وما بتحبش الميه خالص. و يعني تخيلوا واحده بهذا الغنى وكل دورها في الحياة ان هي يكون شكلها حلو وبرزنتابل، ومع ذلك بيتكلموا على الريحة اللي مش حلوة والنقل اللي مش نظيفة وكعب رجلها والكلام ده. فمن واجبنا على نفسنا ان احنا نهتم بنظافتنا الشخصية، نشوف اللي بنتعلمه من امهاتنا وإيه كمان اللي ممكن نتعلمه أكتر وأكتر من الطرق والحاجات والأساليب اللي تخلي ريحتنا حلوة وتخلي جلدنا صحي وتخلي هدومنا حلوة. صعب قوي 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 إن احنا مثلا نقابل بنت لا ريحتها صعبة قوي، بحس إنها مهينة، بحس إنه شيء مهين. جزء كبير جدا جدا كمان من نظافتنا الشخصية جاي من نظافة البيئة المحيطة بينا، ودي بقى النقطة اللي بعد كده، وهي نظافة البيئة المحيطة بينا. الأنوثة أعتقد إن سر من أسرارها النظافة والترتيب. مفيش بنت أو ست مهما كانت جميلة قوي قوي قوي، ومهما كانت أنيقة أوي أوي أوي، ومهما كانت دلوعة وكل حاجة، إذا لم تظهر نظافتها ونظافة المكان اللي هي قاعدة فيه، أعتقد ده بينتقص من قدرها كتير جدا جدا. فلما ننظف ونرتب ده هينعكس علينا وهينعكس على ريحتنا وهينعكس على شكلنا وهينعكس على الصورة اللي احنا بنظهر بيها قدام الآخرين. لما يبقى المكان اللي احنا فيه متوسخ او ريحته وحشة، هتبقى ريحة هدومنا وحشة. ما هي يعني هدومنا موجودة في هذا المكان، فإذا كان المكان ريحته وحشة هتيجي في الهدوم، إذا كانت الهدوم ريحتها وحشة هتيجي في المكان. فنظافة البيئة اللي حوالينا هتنعكس على نظافتنا الشخصية، ودي حاجة على فكرة مش مكلفة ولا محتاجة فلوس كتير ولا محتاجة ان احنا يعني نستثمر استثمارات كبيرة قوي قوي قوي.
ارخص صابونه هتأدي الغرض في التنظيف، النظافه الدايمه كل يوم كل يوم. ده احنا ديننا بيقول نتوضى 5 مرات في اليوم عشان ننظف نفسنا. صعب قوي ان يبقى واحد بيصلي 5 صلوات وريحه رجليه وحشه. صعب قوي ان تبقى بنت او سيده بتصلي 5 صلوات وريحتها وحشه. الحمى، إزالة الشعر، استخدام البرفانات، استخدام الديودرون، استخدام الوسائل اللي بتقلل من ريحة العرق. حتى هنطلع ونركب المواصلات والحر والزحمة والكلام ده كله، بس نرجع البيت أول حاجة نعملها إن احنا ننظف نفسنا وننظف البيئة اللي حوالينا وننظف المكان اللي حوالينا وننظف الحمام اللي احنا بنستخدمه والمطبخ اللي بنستخدمه ودوالبنا وهدومنا. النظافة جميلة والنظافة حلوة، والنظافة سواء الشخصية او نظافة بيئتنا المحيطة سرين من اسرار الانوثة، وان كل واحدة فينا تبقى ست الستات. زي ما بنتكلم على النظافة، اتكلمت على النظافة الشخصية ونظافة البيئة المحيطة، لازم اقول لكم السر الثالث من اسرار الانوثة، وهي الرائحة العطرة. ممكن تكون الست نظيفة وكل حاجة، لكن ريحتها بصل، ريحتها طبيخ، ريحتها التقلية اللي كانت بتعملها، هي مش عرقانة ولا فيها ريحة مقززة، ولكن مش ريحة عطرة. يعني ابني من وهو صغير لما كان يحضني كان يشمني قوي، اه يا ماما ريحتك البيتش. كان دايما كان فترة من الفترات عندي برفان بريحة الخوخ، فركب في دماغه ان كل حاجة انا بحطها من البيتش. سواء الست قاعدة في البيت او خارجة او مع ناس، مع صحاب، مع قرايب، مع اولادها، مع جوزها، ريحتها تبقى عطرة. كان في سيدة من السيدات كانت دايما تحب تخبز وتعمل حلويات، فكانت دايما دايما ريحتها فانيليا. فمرة بقول لها انتي ريحتك دايما فانيليا، ازاي بتعملي كده؟ فراحت قالت لي هقول لك بقى على سر. اوعي تقولي لحد. ولا ايه؟ بتقولي انا باخد بودرة الفانيليا وبحطها على جسمي احيانا. ولا فعلا؟ قالت لي اه، ريحه الفانيليا جميله، ريحه حلوه وبتعطرني. دلوقتي بقى احنا مش محتاجين نعمل الكلام ده، الكلام ده كانت هي زمان وانا كنت صغيره. فدلوقتي بقى في صابون بروائح جميله حلوه عطره، بتفضل الريحه في الهدوم، بتفضل الريحه في جسمنا. يعني دي نقطة زيادة شوية على النظافة الشخصية. ريحة النظافة نفسها حلوة، ولكن الريحة العطرة الدائمة. خلصنا طبخ وكل حاجة، لعي الهدوم اللي كانت خدت بقى ريحة المطبخ والتقلية والزيت والقلي والكلام ده، وغيري والبسي حاجة ريحتها حلوة وجميلة. جسمك بعد ما تستحمي حطي لوشن له ريحة جميلة. الرائحة العطرة من شيم الستات المكتملات الأنوثة، الست الكاملة اللي زي ما بيقولوا.
دلوقتي بقى عايزة أكلمكم على النقاط الخمسة اللي باقية، أو الأسرار الخمسة، إزاي نستعيد أنوثتنا ويبقى كل واحدة فينا ست الستات. النقطة السادسة هي نبرة الصوت وعلوه. وهنا مش بتكلم على واحدة صوتها حلو أو صوتها مش حلو، أو ولكن الصوت له تمارين، وأحسن تمارين تحسن صوتنا غير الغنى هو قراية القرآن. لما نتعلم قراية القرآن بالتجويد والترتيل نعرف نتنفس، ما نتنفسش في وسط ما احنا بنقول الكلمة. طبعا زمان كانوا بيدرسوا علم الخطابة، وجزء من علم الخطابة أو البابليك سبيكينج جزء أساسي منه هو استخدام الصوت ونبرته. طيب نعرف احنا صوتنا ازاي؟ سجلوا لنفسكم، سجلوا لنفسكم مقطع صغير وانتوا بتتكلموا كلام عادي، وشوفوا صوتكم شكله ايه. خدوا كمان بالكم من صوتكم في المواقف المختلفة. وشيء طبيعي ان لما نزعق بتتغير نبرة الصوت، وبيتغير الصوت بشكل عام على حسب ما بنزعق. ودايما الزعيق مرتبط، يعني مش مرتبط بالأنوثة خالص يعني، لكن زي ما قلت احيانا بنبقى كبرنا في بيئات معينة فيها زعيق، فيها طريقة معينة لاستخدام الصوت. ناخد بالنا ونشوف، وزي ما عملنا تقييم للكلمات والألفاظ اللي بنستخدمها، نعمل كمان تقييم لصوتنا. بنستخدمه ازاي؟ بنتكلم ازاي؟ بنقول ايه؟ بنقوله ازاي؟ مش لازم نتمايع في الكلام. دايما المفسرين بيفسروا الآية اللي هي ولا تخضعن بالقول على انها المياعة بالكلام. هي مش المياعة بس بالكلام على فكرة، لا تخضعن بالقول جاية من كلمة الخضوع. الخضوع معناه اظهار الضعف، فاحنا بنظهر الضعف بصوتنا وبنوعية الكلمات اللي بنقولها. فيطمع الذي في قلبه مرض، وممكن يكون اللي في قلبه مرض زوجنا، ان احنا لما نظهر الخضوع والضعف والانكسار والانهزام يكسرنا اكتر، يقوى علينا اكتر. يعني استخدمنا لنبرة صوتنا. في بقى كمان اللي هو العكس بقى، يعني ان احنا بنلين قوي 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 ونتمايع، لكن في نقطة تانية ان احنا نستخدمه بقوة، بخشونة بخشونة. احيانا خصوصا اللي هم الستات والبنات اللي بيشتغلوا، بنفتكر ان احنا لو احنا في مجال شغلنا اتكلمنا بالصوت ده وبعلوه وبالنبرة دي، ده مظهر من مظاهر القوة. انا واحدة من الناس اول ما اشتغلت، خصوصا ان انا كنت بشتغل في بيئة ناشفة، بيئة خشنة قوي وقاسية، كنت فاكرة ان هو ده اللي هيخليني اظهر ان انا قوية. لكن كان لما كنت بعمل كده كان بيجيب معايا العكس، لان الناس اللي حواليا مش شايفة مظهر القوة، شايفة صوت عالي، شايفة نبرة خشنة، فشيء مش حلو، شيء مش لطيف خالص. فنسجل لنفسنا ونشوف بنستخدم صوتنا ازاي، صوتنا مدى علوه ونقيمه. خدوا بالكم كمان ان احنا لو عندنا مشاكل في ودننا، ده هيخلينا نعلي صوتنا. عشان كده لما بنسمع ونحط السماعات وقت كبير قوي في ودننا، ده بيأثر على قوة السمع عندنا، وبالتالي نلاقي نفسنا بنعلي صوتنا. في مهن معينة اللي هم المدرسات يقولك بيعلوا صوتهم مش عارف ايه. على فكرة يعني انا اعرف مدرسات قريبنا ما كانوش بيعلوا صوتهم ولا حاجة، في بيوتهم
يمكن مثلا بتعلي صوتها في الفصل عشان تعلم الولاد وصوتها يوصل لكل الولاد، لكن لما كانت بتيجي بيتها كان بيبقى صوتها جميل ومنخفض، وهي بتاخد قرار واعي وبتاخد خطوات واعية ان صوتها ما يعلاش عن طبقة معينة تؤذي اللي حواليها وتظهرها وتقلل من أنوثتها. ومع نوعية الألفاظ اللي بنستخدمها ومع نبرة الصوت اللي بنستخدمها يجي دماثة الأخلاق، ودي أنا اتكلمت عنها بأكتر من شكل وأكتر من مرة. دماثة الأخلاق اللي هي الحاجات اللي ابتدينا نفقدها دلوقتي في مجتمعاتنا، من فضلك، لو سمحت، شكرا، حاجات اتنست، ان حد يفتح الباب لحد ويعديه، اتفضل، ان الراجل يقول للست اتفضلي عشان تعدي، الصغير اللي بيحترم الكبير، الكبير اللي برضو بيحترم الصغير. يا جماعة الاحترام لازم يكون متبادل وبجميع الأعمار وبجميع الأشكال، مش عشان طفل صغير نقوم نعامله بإهانة. فدماثة الخلق سر من أسرار الأنوثة. لما نقول من فضلك، لما نقول شكرا بدون بقى يعني ايه ان شاء الله يا ربي يخليك مش عارف ايه، لا ده كده يعني سوري يعني ده شحاتة كده، لا، بأسلوب راقي وجميل نشكر أي حد بيقدم لنا خدمة. لما نيجي نطلب من حد حاجة نقول له من فضلك. لما نيجي نتعامل مع الموظفين في المصالح، في الشركات، في المطعم، يعني أنا لما بدخل أي مطعم وباجي أطلب بسأل الكاشير أو How are you today؟ أنت إزيك النهاردة؟ انتي ازيك النهاردة؟ ده جزء برضو من دماسة الاخلاق، ان الواحد يعمل اللفتات اللطيفة الجميلة الحلوة. لما بركب الباص بشكر سواق الاتوبيس وانا جاية نازلة بشكره، يعني ده قدم لي خدمة. لما بطلب من اي حد حاجة حتى لو مع ولادي، من فضلك لو سمحت ممكن تعمل لي كذا، ده اعتقد ان يعني الست اللي بتمارس دماثة الأخلاق دي على مدار اليوم مع كل الناس اللي بتيجي في طريقها، سواء أولادها، جوزها، باباها، مامتها، إخواتها، جيرانها، أعتقد إنها بتزداد أنوثة وبتزداد جمال وبتبقى بجد فعلا ست الستات. نيجي بقى للنقطة السابعة وهي التعبير عن الرأي. برضو من الرسائل المغلوطة اللي بتجيلنا من المجتمع وبتجيلنا من الناس اللي حوالينا، ان الست اللي ليها رأي وليها فكر دي ست مسترجلة. مثلا في بعض المفكرات او الكاتبات او الشخصيات العامة لما بيتكلموا وبيعبروا عن رأيهم بيبتدوا الناس يهاجموهم، انت مين انت عشان تعبري عن رأيك والكلام ده، وده غلط. واللي بيحصل ان بتلاقي الست او البنت بتنكمش في قوقعة، ما تنتظريش الاخرين انهم يرحبوا برأيك ولا التعبير عن رأيك، ولكن ده حق من حقوقك. سيدنا عمر لما كان بيكلمهم على المهور والكلام ده، وطلعت سيدة من وسط السيدات صاحت فيه وقالت له الكلام اللي انت بتقوله ده غلط، ده كذا وكذا وكذا، قال أخطأ عمر وأصابت امرأة. زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بيعرضوه، السيدة أم سلمة أشارت عليه بحاجة معينة، السيدة خديجة. انتوا متخيلين لولا ان السيدة خديجة عبرت عن رأيها لسيدنا محمد ما كانش هيبقى فيه اسلام اصلا. السيدة خديجة هي اللي قالت له لا انا شايفة ان انت انسان كويس، انت عندك اخلاق وبتحافظ على الجيرة وبتكرم الضيف وبتعمل كذا وبتعمل كذا، فانت مش انسان وحش عشان ربنا يعاقبك
بان هو اول ما نزل عليه الوحي كان ايه ده، انا مجنون ولا انا حصل لي حاجه ولا انا حصل لي مس من الشيطان ولا ايه بالظبط. لولا انها عبرت عن رايها وقالت له الكلام ده، ده بالعكس قالت له تعال بينا نروح عند ورقه بن نوفل ابن عمي اللي هو بيعلم في كذا وعالم في كذا وكذا وكذا. السيده عائشه كانت برضو بتاخد وتدي مع النبي عليه الصلاة والسلام. فتعبير عن الرأي لا ينتقص من أنوثتنا، بالعكس أنا بحس إن ست الستات ست بتعرف إزاي تعبر عن رأيها، بس لازم نشتغل شوية على ثقتنا بنفسنا وعلى قدرتنا على التعبير عن الرأي ده. وده يرجعني لنوعية الكلمات والألفاظ، النقطة اللي أنا اتكلمت فيها قبل كده، لما يبقى عندنا حصيلة وذخيرة من الكلمات نقدر نعبر عن رأينا بشكل يجيب لنا الاحترام ويخلي الناس تسمع، مش ان احنا بنتأتأ مش عارفين هنقول ايه ولا افكارنا دي شكلها ايه ولا هرتبها ازاي ولا الكلام ده كله. فالتعبير عن الرأي مهم جدا جدا جدا، وست الستات اللي كل واحدة فينا عايزة تبقى ست الستات، جزء اساسي من انوثة الست هي ازاي بتعبر عن رأيها. جزء كبير قوي 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 من الأنوثة قابع في الجمال، والجمال هنا مش جمالنا اللي ربنا سبحانه وتعالى وهبهولنا، كلنا على فكرة جمال وكل واحد فينا عنده مظهر من الجمال سواء الخارجي أو الداخلي، ولكن الجمال اللي أنا بتكلم عنه هو الجمال بشكل عام. كلما بحثتي عن الجمال في كل حاجة كلما زادت أنوثتك، وكلما قربتي خطوة من الـ الست الكاملة ست الستات. دوري على الجمال في كل حاجة، في البيئة اللي حواليكي شوفي ايه مظاهر الجمال وحطي التاتشات بتاعتك، حطي اللمسات الجميلة الرقيقة بتاعتك يمين وشمال. دوري على الجمال في الأشخاص اللي انت بتتعاملي معاهم، دوري على الجمال في جوزك في أولادك في باباكي في مامتك في صحابك، حتى في الناس اللي انت ما بتحبيهمش أكيد في حاجة فيهم كويسة. مفيش حد وحش 100% ومفيش حد كويس 100%، كلنا فينا درجات متفاوتة من جوانب متعددة، فلازم ندور على الجمال في كل حاجة حوالينا، في البيئة اللي حوالينا، ولما ندور على الجمال هنبقى قادرين على ان احنا نصنع الجمال. مثلا ازاي نرتب المكان بشكل حلو بشكل جميل وشيك ومريح، ازاي لما يبقى فيه ركن مكركب نظبطه، ازاي افرش السرير بحيث انه يبقى حلو، ازاي لما اتكلم مع صاحبتي اللي مضايقاني افكر نفسي بالحاجات الجميلة الحلوة اللي كانت بينا فاشوف الجمال فيها، ازاي ابص لزوجي اللي انا دلوقتي متضايقة منه وزعلانة وافتكر حاجات كويسة فيه فده ينعكس على تعاملي معاه. لما ندور على الجمال، لما ندور على الحاجة الحلوة، عينينا هتتعود انها تشوف الحاجة الحلوة، وده هيجيب لنا سلام ورضا داخلي، ونبقى حاسين يعني بالنقاء والصفاء والسلام الداخلي، وده برضو هينعكس على كل الناس اللي حوالينا بيتعاملوا معنا ازاي، شايفيننا ازاي. الناس شايفانا جزء كبير قوي من الصورة اللي الناس شايفاها انعكاس لإحنا شايفين حياتنا ايه وشايفين الدنيا ايه وشايفين نفسنا ايه. لما نغير احنا شايفين نفسنا ايه والحوالينا ايه، هتلاقوا الكون بيتعامل معاكم بشكل مختلف خالص. فكروا كده وجربوا، شوفوا كده جرب ما بتطقهاش وابتسموا لها.
وصبحه، بس صباح حلو، مش صباح والسلام، لا صباح حلو، وشوفوا الوضع ممكن يختلف ازاي ويتغير ازاي. السر التاسع من اسرار الانوثة وازاي تبقي ست الستات هو القراية والثقافة. مهما كنتي شكلك حلو من بره، بتتكلمي بطريقة معينة، ولو ان لو ما عملتيش السر اللي هقولك عليه ده مش هتعرفي تتكلمي بطريقة حلوة، اللي هو القراءة والثقافة. لو ما وسعتيش مداركك، لو ما قريتيش، لو ما تعلمتيش، لو اكتفيتي بالفتات اللي بتلاقيها في تمثيلية، ولا بتلاقيها في بوست على الفيسبوك، ولا بتتبعت لك من في جروب من الجروبات، لو اكتفيتي بده هتبقي ست سطحية خاوية فاضية من جوه، ما عندكيش الثقافة اللي تخليكي لما تبقي قاعدة في مكان عارفة تتكلمي، عارفة تعبري عن رأيك. والثقافة مش حاجة على فكرة ناشفة دراي جافة، ومش زي القراية اللي كنا بنقراها للمدرسة، ومش كل الناس بيهووا عملية القراية، لأن القراءة محتاجة تمرين. في ناس بطيئة في القراية، أنا بطيئة في القراية، وده يمكن مرة بقولها لصديقاتي قالوا لي لا 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 ما نصدقش أبدا أن أنت بطيئة في القراية، لا أنا فعلا بطيئة في القراية، ولكن ده ما خلانيش توقفت على أن أنا أقرأ. غيري بودانك، دوري على كتب اقريها. هل بتحبي القصص والروايات؟ اقري قصص وروايات، ولما تقري القصص والروايات شوفي الحوار، شوفي التخاطب، واقري حاجة دسمة، حاجة تديكي أفكار جديدة، تديكي ألفاظ حلوة تقدري تستخدميها وانتي بتتكلمي، وانتي بتعبري عن رأيك، حتى وانتي بتتخنقي تلاقي نفسك عندك كده مخزون من الأفكار ومن المعلومات. ما تعتمديش بس على الحاجات اللي بتيجي في التلفزيون، التلفزيون والبرامج واليوتيوب هدفهم الأساسي مش انهم يعلموكوا ولا انهم يوعوكوا ولا الكلام ده، قليلين جدا 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 اللي بيبقى فعلا هدفهم الحقيقي انهم يعلموا الناس ويوسعوا مدارك الناس. الهدف الحقيقي من كل البرامج وكل الحاجات اللي انتوا شايفينها دي الدعاية والإعلان، بيعملوا الحاجات اللي تشدك لحظيا، بس مش شرط ان الحاجات دي هي اللي هتخلي حياتك دسمة، حياتك غنية، مش شرط. هي هتشد انتباهك بس شوية عشان تفضلي قاعدة، عشان تتحملي الاعلانات اللي بتيجي، عشان تفكري في المذيعة دي لابسة ايه وانزل اشوف المحل اللي هي جايبة منه والكلام ده. ولكن قليلين قوي قوي مثلا زي الفنان محمد صبحي اللي هو عايز فعلا فعلا يخلق تغيير حقيقي، فده بينعكس على التمثيليات بتاعته والأفلام بتاعته والحاجات بتاعته. برامج قليلة اللي هدفها فعلا فعلا انها توعينا، فما نبقاش احنا تحت رحمة الناس دي ناخد الفتات اللي هم بيجيبوه لنا واللي بيوروه لنا. عشان كده لازم الكتب تبقى صديقتنا، لازم نصاحب الكتب، لازم نتعلم ونعود نفسنا حتى ولو قرينا صفحة واحدة. هيجي ناس تقول إيه لا احنا ما بنقراش غير كتب دينية بس. تخيل ربنا سبحانه وتعالى ادانا سفرة طويلة عريضة مليانة من الأذواق والأشكال، وكتب علمية وكتب عن علم النفس، وكتب الكتاب اللي أنا كتبته مثلا عن طفولة بلا زوابع، عن تجربتي، في كتب تانية كتير قوي. عايزة تعرفي وتتعلمي أي حاجة، في كتاب اتكتب في اللي انت عايزة تعرفيه وتتعلميه.
فقدامنا هذه المائدة يعني اللي مليانة من أطايب العلم وأطايب الثقافة وأطايب الفنون، ونقصر نظرنا في اتجاه واحد. ما بقولش ما نقراش ده، نقرا ده ونقرا حاجات تانية. ليه؟ لأنه كله بيكمل بعض. لما ابتديت انوع القرايات بتاعتي، يمكن في الاول كنت مزمزقه شويه ان في حاجات تقيله شويه على قلبي، مش مستحمله، مش قادره، مش عارف ايه، لكن لما ابتديت صفحه واليوم اللي بعد منه صفحه، لقيت في اليوم اللي بعد منه بقرا اكتر، اللي بعد منه بقرا اكتر، وكل ما اقرا كل ما اسمع الكلام ده جوه دماغي، كل ما اقدر استخدمه تاني بقى بعد كده لما احتاجه، كل ما الاقي المفردات اللي بتمكنني من ان انا اتكلم. وزي ما بقول لكم، في كتب في كل حاجه. العلم مش بس الاحياء والفيزياء والكيمياء زي في المدرسه. العلم هو كل شيء نقدر نتعلمه، هو علم. دلوقتي بقى أكلمك على آخر نقطة أو سر من أسرار الأنوثة، وحاجة أعتقد إنها هتخليكي ست الستات. هو إنك ما تخافيش إنك تتميزي عن الأخريات. أحيانا بنخاف فنلبس زي ما الناس التانية لابسة، نتكلم زي ما الناس التانية بتتكلم، نتصرف زي ما هم بيتصرفوا عشان نبقى شبههم، نبقى زيهم. لأن التميز بيخوف، التميز بيحط مسؤولية كبيرة قوي علينا. ما تخافيش، ما تخافيش ان انت تبقي مختلفة، ما تخافيش ان يكون لك شخصيتك وطابعك والحاجات اللي بتحبيها، الحاجات اللي بتعمليها والطريقة اللي بتتكلمي بيها. ولو جالنا من حوالينا الآخرين انتي ليه مش زي فلانة الفلانية؟ عشان انا مش فلانة الفلانية. انتي ليه ما بتعمليش زي فلانة؟ ما هو انا مش فلانة فبعملش زيها. كوني نفسك، عرفي نفسك، حسني نفسك، كوني احسن صورة من نفسك، كوني احسن اصدار من نفسك. قولي احسن كلام تقدري تقوليه، عبري عن أفكارك بأحسن طريقة تقدري تعبري بيها عن نفسك. لما تعملي حاجة اتقنيها وحسنيها وجمليها، وبعد كده ما تخافيش، ما تخافيش من انك تكوني متميزة، ما تخافيش انك تكوني مختلفة، ما تخافيش وتقولي اه ايه ده. او مثلا زي مثلا صحباتك كلهم مثلا بيلبسوا بطريقة معينة، بس انتي عايزة تجربي نوع تاني، شكل تاني من اللبس. هتروحي اول مرة يقولولك ايه ده، ايه اللي انتي لابساه ده، ايه اللي مش عارف ايه ده الكلام ده. ما يهمكيش، ما تخافيش، جربي اخرها ايه. هتقلعي اللبس ده وتلبسي لبس تاني لو طلع ان هو مش حلو او مش لايق. ما تخليش حد يخليك تغيري رأيك اذا ما كنتيش مقتنعة 100%. ما تخليش انسان يقنعك انك تعملي حاجة لو انت مش مقتنعة بيها من جواكي 100%. وعشان توصلي ان يكون عندك القدرة انك تميزي الاراء اللي بتتقلك وتميزي الافكار اللي بتتقلك، لازم تبني شخصيتك ولازم تبني ثقافتك من جوا. كل ما هتتميزي، كل ما هتزيد انوثتك، كل ما هتبقي ست الستات. طولت عليكم النهارده وخدتكم معايا في اكتر من حاجه، بس اعتقد ان الكلام كان مهم قوي قوي قوي، وانا استفدت جدا جدا النهارده لما كنت بفكر في الموضوع ده الصبح وقاعده عماله اكتب فيه، وفكرت في حياتي وعملت كده انعكاس على حياتي. فما تنسوش تشتركوا في القناة. انا يمكن ما بطلبش منكم الطلب ده كتير، بس المرة دي هطلبه. اشتركوا في القناة. لو في انسانة في حياتكم، صديقة، اخت، زميلة،
ممكن تستفيد من الكلام اللي انا قلته، ما تبخلوش. ها وابعتوا لها الفيديو ده، وخلونا كلنا صدقونا العالم فيه متسع ان احنا نبقى كلنا كويسين وكلنا سعداء وكلنا سعداء مع بعض. اشوفكم بكرة ان شاء الله.